يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا الصراحة النهاردة هيتقال فيه كلام، ولكن كلام مهم جدا جدا جدا. يمكن الكلام النهاردة اللي هيتقال في الحلقة هيخص بيوت ناس كتيرة جدا. موضوع حلقتنا النهاردة تحت عنوان هتعملي ايه لو اكتشفتي ان جوزك اتجوز عليك. ناس كتيرة قوي من اراء الناس، يعني بعض الناس تقولك انا ما اقبلش ان انا جوزي يتجوز عليا. ليه جوزي يتجوز عليا؟ البني ادم ده جالي في يوم من الايام وما كانش حيلته اي حاجه، وانا ابتديت معاه من الصفر لحد ما بقى حاجه وحد معاه فلوس. يوم ما يبقى معاه فلوس اول حاجه يدوس عليها هو انا؟ ليه؟ لا طبعا، انا ما بقبلش ان انا جوزي يتجوز عليا. واحده تانية تيجي تقول لك ايه، انا مغلوبه على امري، انا معيش فلوس والراجل ده بالنسبه لي هو مصدر الدخل، تمام، فانا ما عنديش الحاجة اللي أنا ممكن أعملها مثلا وأمشي وأقول له باي باي وما لقيش بعد كده بالنسبة لي أي مصدر دخل. طيب، موضوع حلقتنا النهاردة شيق جدا جدا جدا، وأنا هحتاج أراءكم معايا النهاردة في الحلقة. فأي حد عنده مشكلة أو أي حد مر بالموضوع ده قبل كده أو أي حد عدى على الكيس دي أو القضية دي يقدر يكلمنا النهاردة من خلال أرقامنا اللي ظاهرة دلوقتي قدامكم على الشاشة. هيكون معايا النهاردة لايف كوتش ودكتور متميز جدا 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 في العلاقات الزوجية والإنسانية، هعرفكم بيه ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الزوجة التانية. هتعملي ايه لو اكتشفتي ان جوزك اتجوز عليكي؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. اي حد يا جماعة مر بالتجربة دي قبل كده، عنده رأي حابب يضيفه النهارده في البرنامج، هل هو مع الزوجة التانية ام ضد، يقدر يكلمنا دلوقتي النهارده ان شاء الله على ارقام البرنامج اللي ظاهرة دلوقتي قدامكم على الشاشة. معانا النهارده ومنورنا في الحلقة اللايف كوتش والدكتور محمود النجار. ازيك يا دكتور؟ ازيك، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، منورنا ومنور الدنيا. والله انا مبسوط مبدئيا ان انا معاكي. ربنا يخليك. واحب كمان ارحب بالساده المشاهدين. اهلا بيك. ربنا يخليك. قولي بقى يا دكتور، ايه علاقه ان انت دكتور باللايف كوتش؟ ازاي؟ هو في البدايه خالص انا اصلا دكتور صيدلي. اوكي. خريج كليه الصيدله جامعه القاهره من 2010. تمام. بس بعد سنتين كده من التخرج او سنه ونص كنت قررت ان انا اعمل تغيير لحياتي اصلا. حسيت نفسي في حاجه تانية خالص مختلفه. فبعد ما كنت شغال اصلا في مصنع ادويه اتجهت للتنميه البشريه واللايف كوتشنج. خدت كورسات كتير جدا جدا، اشتغلت الحياه فيها بشكل براكتيكال اكتر لحد ما النهارده انا موجود معاك الحمد لله. طب حلو قوي، مشرفني منورني والله. لا ده انت اللي منوره والله. ربنا يخليك يا دكتور. طب يا دكتور، انا عارفه ان انت ليك وجهه نظر معينه في حته الزواج الثاني، تمام، او الزوجه الثانيه، تمام. انت مع ام ضد فكره الزوجه الثانيه؟ بصي، هو الفكره بكل بساطه لو انا هتكلم عن نفسي انا كمحمود، يعني مبدئيا انا ما احبش مثلا ان انا ممكن افكر في الموضوع بالشكل ده. ليه؟ لان انا مثلا لو رجعت حتى دينيا هو مباح، ربنا محلله طبعا، بس عارفه لما تكون حاجه نازله بالهدف ان انت بتنصري شخص مظلوم، ده سبب اصلا في الاساس اصلا نزول الايه ديت في سوره النساء. كان القصد منها في البدايه خالص ان بيكون في مثلا سي بنت والدها توفى، فايه اللي بيحصل؟ بيكون في واصي عليها، سواء حد من العيله او حد من الاقرباء اللي ليها، اللي بيبقى واصي دايما هو مسؤول عنها. زمان كان متعرف عليه بيحصل ايه بقى؟ البنت دي كان ممكن تكون ورثت عن ابوها فلوس كتير جدا جدا، تمام، فايه اللي يحصل؟ الشخص ده لو يحللها بيتجوزها. واوقات تانية لو هو ما ينفعش مش محلل ان هو يتجوزها، كان اوقات بيعمل حاجه تانية خالص ان هو يحجزها ويعزلها عن الدنيا لحد ما ابنه يكبر ويتجوزها. تمام. كان ايه الهدف من الموضوع ده؟ ايه بقى؟ ان هو يستولى على كل الارث اللي هي خدته من والدها. فربنا عمل ايه بقى؟ ربنا نزل اصلا ايه عشان يؤمر فيها الناس ان هو يبعدهم عن الموضوع دوت. انهم قال لهم ان انتوا لو مش هتقسطوا في اليتامى فليكوا بقيه الستات كلها موجوده اللي تحل ليكم مثنى وثلاث ورباع. وبعد كده يعني هو كان اهم حاجه ان هو كان بينصر اصلا
بنت بتتظلم، فبدأ يحجم كمان قصة إن الجواز ده كان مفتوح. اوكي. فكان بعدد كبير أيام مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام وقبليه كان ممكن في ناس بتتجوز بالعشرة والحداشر والاتناشر وهكذا. فإحنا أول حاجة قفلناها على أربعة، وكان القصد منها إن إحنا نبعد ظلم واقع على بنت يتيمة. وعشان كده كمان ربنا نهى الآية بحاجة مهمة جدا جدا، إن حط لها شرط جميل قوي، إن قصة العدل. أنا كمحمود بصراحة هيبقى صعب عليا إن أنا أعدل. ليه؟ في الظروف اللي أنا عايش فيها دلوقتي ديت، ورتم الحياة وسرعتها ومشاكلها والتطورات الاقتصادية الكتير مع الالتزامات الكبيرة قوي قوي، أنت صعب إن أنت تحققي الشرط الأساسي بتاع إن أنت تبقى عندك تعدد زوجات. في ظل الغلو اللي احنا بقينا عايشين فيه كلنا دلوقتي حاليا، يعني مش عايز اقول لك قصه حتى الغلو بس، لا ده في حاجات تانية كتير جدا جدا. انا اولى ان انا ادي الوقت بتاعي لاولادي. طب ايه رايك ناخد راي اسماء؟ اهو اهو معانا استاذه اسماء. الو، السلام عليكم. ازيك يا استاذه اسماء؟ السلام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا. الله يخليكي. لو سمحتي انا بس بتكلم في نقطه معينه بس. اتفضلي. يعني كتير من الرجاله الست تبقى مثلا كل حاجه بتعملها له، كل يعني الطلبات، الاكل، الشرب، بتحس بيه في كل حاجه، ممكن مشاكل الظروف الماديه، وبرده ممكن الراجل في ثانيه يبيع ده كله برده ويشوف اي ست تانية مجرد ان هي ممكن تكون كويسه شكليا ماديا، وحتى لو عنده عيال، عنده مثلا هي مرايه اهله كل حاجه، ما فيش شيء، يسيب ده كله على جنب ويبص لواحده تانيه مجرد ما هي كويسه او حلوه. عندك حق فعلا. يعني انا احنا بصراحه تعبنا، يعني احنا بالنسبه لنا احنا ممكن نشيل همهم في كل حاجه، بس ينسى كل ده، ينسى كل ده في ثانيه. عندك حق يا اسماء. جربتي الموضوع ده قبل كده؟ يعني عدى عليكي موضوع زي كده حتى لو حسيتي ان في خيانه بتحصل؟ ايوه طبعا. انا لسه يعني عندي صاحبتي يعني ضايقه معاه المر وكل حاجه، وعشان خاطر مامته باعها في ثانيه، يعني خلاص طلقها، هي طلقها. طب ما في عيال، طب ما هو في عشره، ده كله اتنسى في ثانيه. حقيقي فعلا. يعني ما هو يعني حاجات بجد كتير بتحصل، بيبقى الراجل المفروض ان الست تتكفل الراجل في كل حاجه، في مشاكله، في همه، في كل حاجه، بس طب الست برضه ما هي بتبقى ازمه، مين يحس بيها؟ طب تفتكري يا اسماء من وجهه نظرك الراجل مثلا ممكن يكون بيعمل حاجه زي كده ليه؟ مثلا عنده يعني نقص شويه مثلا في حنان، في حب، من وجهه نظرك؟ والله العظيم ابدا، والله ابدا. طب ما هو انا عايزه اقول على حضرتك على حاجه. اتفضلي. ساعات الست الراجل بيأثر معاها في الشعور، في الحب، في تبقى نفسها تسمع كلمه غزه منه، نفسها زي ما بتطلع في الشارع ممكن واحد يعاكسك، طب ليه الراجل ما بيعملش مع مراته كده؟ صح عندك. ليه؟ يعني احنا مجرد ان احنا نستحمل اهانه، كلمه تهديد، انما انت تقدري تتكلمي مع جوزك اي لفظ مش كويس، ممكن تاخدي منه ضرب، يضحكك، يهزئك، تيجي قدام اي حد، لا انت المفروض ما تتكلميش معاه كده، ما هو عيب، ما هو راجل. طب انت كست فين؟ فين حقوقك؟ صح عندك حق، عندك حق يا اسماء. يعني الواحد الضغوط، والله العظيم يعني الواحد يعني بيسمع برامج كتير بيتكلموا عن الست ده، الست دي بني ادمه يا جماعه، مش حيوانه. مفيش حد بيحس بالست خالص خالص. عندك حق. بصي يا اسماء، بس عايزه اقول لك حاجه، يعني مش كل الرجاله وحشه والله، يعني في بعض الرجاله بيبقوا كويسين وبيلتزموا بالالتزامات ناحيه بيتهم، وبيحبوا مراتاتهم، وبيحبوا عيالهم، وبيخافوا على بيتهم. وفي رجاله تانية ممكن نقول الاغلبيه العظمى اللي بيعملوا كده، صح؟ بس في ناس كويسه، صح كده؟ شكرا يا اسماء لمداخلتك، واتمنى ان انت ان شاء الله تشاركينا الحلقات الجايه. معانا استاذ احمد. الو، السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ السلام. الحمد لله يا فندم، حي حضرتك على البرنامج وحي ضيف المحاضرة. ربنا يكرمك يا فندم، منور الدنيا. والله يا فندم انا اعرف ناس ان هي متجوزه اكثر من اثنين، والزوجه الاولانيه كويسه جدا جدا يعني، والمعامله كويسه، بس هو في وادي وهو في وادي ثاني. ازاي بقى؟ قول لي وجهه نظرك. والله هي بصي، الزوجه الاولانيه هي كويسه وبسم الله ما شاء الله عليها وست كويسه، بس ما اعرفش هو بيعمل كده ليه يعني، وهو راجل متزين وكويس يعني. انت بتتكلم على حاله حد قريب منك مش كده؟ انا شخصيا انا لو اعرفه كويس، هو صعب وتمام يعني، تمام، وهو راجل متدين يعني، وامامه خطيب يعني في الاوقاف يعني. هو انت حاسس ان هو مش بيعدل يعني ما بين الاثنين مع انه متجوز اثنين؟ هو كده. طب وحاولت تنصحه حتى او تديله نصيحه ان هو مثلا ياخد باله، او كواجبك عليه كصاحبه يعني؟ والله كتير، والله كتير والله. طب وليه ما يطلقش التاني؟ والله هو مش مطلعه ولا حاجه، بس هي على يعني هي معاه، بس هي يعني هي في وادي وهو في وادي ثاني. تمام. يعني هي عايشه لوحديها وهو عايش برضه لوحده برضه.
وبيصرف عليها وكل حاجه، بس برضه هي يعني برضه بأثر معاها حاجات كتير يعني، وهي انا معاك كويسه ويعني صح، بس الست ما بتبقاش يعني محتاجه المصاريف على قد ما هي محتاجه. هي المصاريف طبعا يعني مطلوبه، بس طبعا لازم برضو على الاقل تحس ان هي معاها راجل في البيت تقدر تعتمد عليه، راجل يقدر يعمل لها طلباتها، راجل يقول لها كلمه حلوه، صح؟ يعني مش كل حاجه برضو الفلوس. فعلا يا فندم، انا اسف حضرتك، الله يخليك دولي. ربنا يخليك وميرسي لمداخلتك معايا النهارده. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. ميرسي، شكرا. عندك حاله من الحالات مثلا زي كده، تمام، متجوز اتنين يعني مش عارف يعدل ما بينهم، واحده بس بيكتفي ان هو بيصرف عليها، تمام، والتانيه عايش معاها ومديها كل وقته وحياته، هل ده يصح دينيا؟ طيب انا الاول هود بس على اسماء اللي اتكلمت في الاول. تمام. الحاله اللي اسماء حكيتها دي بالظبط بتبقى بسبب حاجه من اتنين. ممكن تكون المشكله اصلا كانت عندها، بس بيقع الشخص في حاجه وحشه جدا اسمها التوهم. انا متوهم ان انا قايم بكل واجباتي صح، حقيقي، ودي كارثه كبيره. لازم رقم واحد ما تبقاش هي لوحدها المرايه اللي بتشوف نفسها هي صح ولا غلط. هي ليه ما فكرتش في مره تقعد معاه وتقول له اصلا هو انا مقصره في حاجه؟ تسال اللي حواليها، لان لو هي متوهمه ان هي كل حاجه صح وكل حاجه مظبوطه وهي اصلا مش تمام في الحاجات كتير جدا، وعندها حاجات ناقصه وعندها عدم اهتمام، وممكن تكون شايفه نفسها انا بعمل اللي عليا، ودي مشكله بيقع فيها ستات كتير جدا جدا، ان هي بتعتقد ان انا قمت بكل الدور بتاعي تمام، بس العيب في الشخص الاخر. دايما انا لما باجي مثلا ساي، يبقى انت بتطلب المواجهه دايما. انا لما احس ان انا عندي مشكله المفروض ان انا ابتدي اواجه جوزي مثلا، اقول له انا حاسه ان انت مقصر معايا في الحته الفلانيه، انا حاسه ان انت متغير، يعني ان هي تواجهه، صح كده؟ انا عايز اهم حاجه قبل المواجهه كمان انا ابص على نفسي. يعني قبل ما انا باجي اشاور عليك بصباع كده واحد بيكون في ثلاث صوابع متشاورين عليا انا. فقبل ما اتهمك انا لازم اشوف نفسي انا صح ولا لا. بس عايز اقول لك حاجه انت قلتها من شويه، اللي هي ان زي ما الراجل بيحس ان هو عامل كل اللي عليه وهو تمام، هي برضو بتحس ان هي مش مقصره معاه في حاجه. لا، ما في بقى، انا هخش دلوقتي حالا في قصه الراجل ممكن يبقى العيب منه فين. تمام. الحاله الثانيه ان ممكن اسماء تكون هايله في كل حاجه، كده كده ما فيش بني ادم كامل، صح؟ تمام، صح. بس في المقابل ممكن يكون الشخص ده سيء، فبالتالي هي وقعت مع شخص سيء. ممكن يكون الشخص دوت في حاجه بيفتقدها مش لاقيها، مع انها قايمه بكامل دورها، بس هو تطلعاته اكتر. طب ما هو في اسباب كتير جدا جدا تخلي الراجل يروح يتجوز تاني. ممكن نستضيفها يعني، نقولها كمان شويه. هناخدها هنتكلم في الاسباب، ولكن تعالى نشوف المشكله الثانيه بعد كده عشان معانا تليفون، بعد كده نخش في الاسباب. اوكي. المشكله الثانيه بتاعت استاذ احمد، لما قال ان الشخص اللي هو يعرفه دوت مش بيعدل بين الزوجتين، هو غلط فادح بيرتكبه الشخص دوت في حق نفسه قبل الزوجتين. اول حاجه مبدئيا احنا عندنا دينيا، لو انت ما عدلتيش بين الزوجتين انت هتقابلي ربنا يوم القيامه وشقك مائل. ليه؟ لان انت بقت في كفه مرجحاها عن كفه في الحياه الدنيا. انت يوم القيامه هتبقى واقفه قدام ربنا، اصلا الراجل دوت هيكون معوج، جسمه مش مظبوط. اوكي. لكن انت تخيلي، هو قصه العدل هنا ليها وجوه كتير جدا جدا، مش الفلوس بس على فكره، ولا النفقه ولا الحاجات دي كلها. انت عايز اقول لك بتوصل للبشاشه، ان انا لو ببتسم في وشي دي ابتسم في وشي دي. تمام. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيحب جدا جدا السيده عائشه رضي الله عنها، كنت اقول لك كده برضه، مع ذلك كان مميز، يعني كانت هي بالنسبه له مميزه عن باقي زوجاته. يعني قال لربنا وطلب من ربنا، قال له لا تلومني فيما تملك ولا املك، اللي هو قلبه مثلا او حبه بس. لكن في المقابل الشخص لازم يتظاهر حتى بالحنيه والمشاعر والحب لكل زوجاته بنفس المقدار، سواء حتى لو مش حاسس، يعني يتصنع، يعني ده لازم يتصنع. تمام. حقها على فكره. طيب. ده ومن واجباته كمان. طيب ناخد راي استاذ خالد معانا. استاذ خالد، الو الو الو، ازيك يا استاذ خالد؟ الو، ايوه استاذ خالد، ازيك؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله، منور الدنيا. ليك يا استاذ، حضرتك من داخل. اتفضل يا فندم، انت على الهوا، اتفضل. والله بص حضرتك، موضوع اي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان لم تعدلوا فواحده. تمام. ربنا سبحانه وتعالى عمل المعادله الصغيره دي فيه، اللي هي ان لم تعدلوا. فاي رب ممكن، بس ممكن طب اتقطع الاتصال، اعود الاتصال بينا تاني يا استاذ خالد، شكرا. تمام. ندخل بقى في الاسباب اللي ممكن تخلي الزوج يتجوز على مراته، زي ما احنا سمعنا برضو من المكالمه، تمام، واحده بتقول لك انا بعمل له كل حاجه
مش مقصره معاها في اي حاجه، يعني لو طالت يعني يتقيد له صوابها على 10 عشان هتعمل كده، وفي الاخر بيروح يتجوز عليها. تمام. ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الراجل يروح مثلا يخون مراته او يتجوز عليها؟ لا احنا عايزين نفصل حاجه مهمه جدا ما بين الخيانه وان هو يروح يتجوز عليها. تمام. الجواز حلال صح، بس لازم يكون في سبب وضروره قصوى. بمعنى اصح انا مثلا دلوقتي سايم متجوز واحده بس هي ما بتخلفش، انا عايز اخلف. على فكره انا كده معايا رخصه ان انا اتجوز تاني. حلو. جميل. تمام. هي في مثلا حاجه بتعيق ان انا وهي نكون زوجين زي اي اتنين طبيعيين. ليه حق مثلا حاجه جسديه فيها مثلا. فبالتالي انا ليه حق ان انا اتجوز تاني. بس في المقابل الخيانه دي حاجه تانيه خالص. غير دوت هو ربنا حلله، بس في نفس الوقت عارفه لما انت ربنا بيحلل حاجه عشان يحل مشاكل كتيره جدا جدا، بس رفقا بالنساء عشان دي كسره قلب لاي واحده، ومفيش بنت تقدر تستحمل او ست تستحمل ان جوزها يتجوز عليها. على فكره بتبقى صعبه جدا. صعبه جدا وصعبه جدا، يعني يمكن اصعب احساس الواحده ممكن تحسه في حياتها ان هي جوزها يتجوز عليها. ليه؟ لان انا اديتك عمري واديتك حياتي واديتك وقتي واديتك كل ما املك، تمام، وهبت لك كل حاجه زي ما بيقولوا، خلاص، وانت بالنسبه لي يعني كل حاجه في الدنيا، يعني ربنا فوق وانت بالنسبه لي تحت على الارض كل حاجه، يعني لا بتشوف غيرك ولا بتعرف غيرك، وبالنسبه لها انت كل حاجه. وفجاه بعد ما كانت هي عايشه الحلم الوردي مع نفسها كده، تصحى من النوم تلاقي جوزها متجوز عليها. انتوا متخيلين يعني ايه ده بيأثر على الست؟ وبيأثر على الست ازاي؟ في يعني في ان هي بيفقدها ثقه في نفسها، وان هي خلاص ما بقتش يعني حاسه بقيمه نفسها ولا بقيمه وجودها، وان هي يعني زيها زي اي كرسي في البيت. الموضوع ده فعلا بيأثر ولكن بشكل سلبي جدا على الست. تخيلي بعد كل اللي انت قلتيه ممكن تكون اديته كل حياتها بس ما اديتوش اللي هو كان محتاجه. زي ايه مثلا؟ ما هي دي بقى اللي بتفرق. طب قولي من وجهه نظرك كرجل. هديكي مثال. مثلا اول حاجه مبدئيا تعدد الزوجات في مصر بيبقى في حدود 4% 5%. مش عدد كبير قوي، بس هو بدا ينتشر الفتره الاخيره بشكل كبير. تفتكر ليه برضو يعني انتشر؟ الاسباب بقى. اول حاجه رقم واحد بسبب ان الست ممكن تهمل ده جزء عليها او راجل عينه زايغه. تمام. ده لو مش عنده ضروره قصوى للزواج الثاني، الراجل بيكون بيتطلع لحاجه بيفتقدها في مراته، فبالتالي بيتوجه لواحده ثانيه. اسباب كتير. من ضمنها مبدئيا كده رقم واحد الاستسهال. سن الجواز دلوقتي حاليا للبنت بدا يبقى كبير شويه، فبالتالي بقى في عندنا تاخر في الجواز. فده بينتج عنه ايه؟ ان عدد البنات المتوفر كبير جدا جدا جدا. والمطلقات. المطلقات دلوقتي بقوا اكتر من الناس اللي هي لسه ما اتجوزتش كمان، وسنهم صغير جدا. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارفه ان في معادله ما بين عدد الطلاق وتعدد الزوجات؟ فعلا. هو نسبة الطلاق بتحصل أكتريتها لو مش مشكلة بين الزوج وزوجته بتبقى بسبب إيه؟ إن الجواز عليها على فكرة. فهتلاقي الاتنين أصلاً مش شرط الجواز عليها أو بيخونها. أو بيخونها. بس بيبقى مقترن كتير جداً جداً. أول ما الراجل بيتجوز على مراته هي بتطلب أول حاجة إيه؟ الطلاق. وعلى فكرة ده مش صح. هو الصح إن هي لازم تدي نفسها وقت، وأنا أقول للست المفروض تعمل إيه لو اكتشفت إن جوزها سواء عايز يتجوز أو أصلاً متجوز عليها. ده السؤال اللي أنا كنت لسه هسأله لك. خد بالك يعني في بعض الستات اللي تقول لك أنا عندي ولاد، خلاص ولاد وعندي بنات فمحتاجين اب، تمام، فانا ممكن اتقبل دوت لان انا مثلا يعني مش هقدر اتخيل ان انا ولادي اب تاني غير باباهم مثلا يعني بيربيهم. وفي ناس تقول لك مثلا لا انا ما عنديش القدره الماليه، طيب ان انا اصرف على نفسي واصرف على اولادي ومدارس وحوارات واللي انت عارف طبعا المسؤوليات دي كلها. بس فهم بيرفضوا حاجه زي كده ان هم ياخدوا فكره الطلاق. هو ده صح ولا غلط؟ طيب انا هرجع بس سن بس الورق. طيب. انا بالنسبه لي اصلا لو التقصير جه من الست فبيجي في حاجات معينه. اول حاجه اهتمامها بنفسها، اهتمامها ببيتها، تربيه الاولاد، ان هي ممكن تكون بدات تهمل في نفسها، وخصوصا الموضوع ده بيحصل بعد ما بتخلف وتهتم اكتر بالاطفال والبيت واشغال الحياه، فبتبدا تهمل جزء من مهمتها واهتمامها بجوزها. على فكره هو ممكن يكون هي مش ما نقدرش نلومها في الموضوع دوت. ايه السبب؟ هي برضك يعني ليها طاقة. والطاقة ديت بتبقى طاقة حنية للأولاد أكتر. فما بقاش عندها الوقت إن هي تديه لجوزها زي زمان قبل الخلفة. أوكي. دي ما نقدرش نلومها، بس في نفس الوقت الراجل بدأ يحس إن في جزء كان متعود عليه بدأ ما بقاش موجود. تخيلي بقى إن تظهر واحدة ثانية في حياته
هي اصلا فاضيه مش متجوزه ما عندهاش اي حاجه خالص، بدات تديله الجزء اللي هو كان ناقصه في البيت دوت. ده حاجه مهمه جدا جدا. فبدا يحس الست ديت. عشان كده دايما الست لازم تجدد من نفسها باستمرار وتبدا تراجع نفسها. هو انا ايه الفرق بين دلوقتي واول الجواز؟ تفتكر ايام ما كانوا لسه الحب في في في, في الشده بتاعته في اول علاقتهم مع بعض، كل واحد بقى بيبقى واخد باله من نفسه وبتاع، بيلبس احلى حاجه يعني. حتى هقول لك حاجه، مش شرط قبل الجواز يعني، يعني في بدايه الجواز على فكره في ناس بتحب بعض بعد الجواز بفتره اصلا. وفي حب بيجي حب عشره. بس انا لو بتكلم ان الست اثرت في حاجه فهي اثرت في الحاجات ديت. وفي نوع تاني من الستات وده حاجه وحشه قوي. عارفه الست اللي هي بتخنق الراجل قوي؟ اصل الراجل ده عامل زي العصفوره بالظبط، لو انا ضغطت عليه جدا 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 لا هو هيكون هيموت ونفسه يطير. لو انا عايزاه ما يبصش هو هيموت ونفسه يبص. دايما الراجل هو متمرد بطبعه في قصه ان هو ما يحبش حد يتحكم فيه. انا لو مثلا في سيدات من النوع ده بقول لهم اوعوا تبقوا عاملين زي اللي ماسك عصفور في ايده قوي وخايف عليه. انا هقول لك ازاي يعني، انا يعني السؤال هساله لك بعد كده، ازاي اتعامل مع دوت او ازاي احافظ على ده بالشكل اللي انت بتقول عليه. ولكن ناخد راي استاذ محمد. الو الو. ايوه ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا، ازيك يا فندم؟ منور الدنيا. اهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا فندم، انتم منورين والله الصراحه. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، تسلم حضرتك. بس احنا عايزين نفهم يعني انتم. لا ممكن بس توطي صوت التلفزيون بس وتسمعني من التليفون بعد اذنك؟ حاضر يا فندم، مع حضرتك انا، مع حضرتك انا. اتفضل. يعني حضرتك داخل طبعا البيوت، ده بيكبر الزوج او حاجه اللي بيبص برضه. يعني الست نفسها ما بتحافظش على تقاليد الراجل من داخل البيت نفسه. طب هو الصوت عندك بيقطع وانا مش سامعه كلامك قوي يعني، تمام؟ ممكن بس تقعد يعني في حته فيها شبكه شويه عشان اعرف اسمعك. فاصل الاتصال. شكرا يا استاذ محمد، عاود الاتصال مره ثانيه. في بقى جزء على الراجل على فكره. هو عينه زيغه بطبعه. فعلى فكره ممكن تكون الست مالهاش اي ذنب خالص في قصه ان هو راح اتجوز على لا مهمله وهي تمام في كل حاجه. بس هو عنده عيب اللي هي بقى عينه زيغه، وبيصدق يشوف حاجه حلوه كده معديه قدامه هتلاقيه يروح معاها على طول. وعلى فكره هو ده بيبقى مش من حقه يعمل دوت خالص. لان لو هو شاف واحده حلوه وفي واحده احلى منها وبعد كده في احلى واحلى واحلى، فده ده بيعمل كده مصيبه اصلا. فده في لازم حاجه الرجاله كلها لازم تعمل بيها، ان انت لازم تجاهد نفسك اصلا في الجواز. طيب دكتور محمود خليك معايا، بس هنطلع فاصل بسيط وهنرجع تاني على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع الحلقه النهارده بيتكلم عن الزوجه الثانيه. اي حد حابب يشارك معانا النهارده في الحلقه يقدر يكلمنا دلوقتي على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. نرجع تاني يا دكتور لموضوع الراجل اللي عينيه زيغه. ازاي انا يعني اعالج حته ان انا اتجوزت واحد واتدبست فيه خلاص وهو طلع في الاخر عينيه زيغه؟ تمام. عالج ده ازاي لو انا عايزه اعالج الموضوع واحافظ على البيت دوت؟ بص هيبقى صعب ولا هو هيبقى فيها جهات شويه من الست وصعوبه، بس هو في المقابل مش هيتعالج في الاخر خالص. فعلا الراجل اللي عينه زيغه هيفضل عينه زيغه، بس انا ممكن اعوض ده بحاجات تانية كتير. ازاي بقى؟ انا لازم اعرف الشخص اللي معايا شريك حياتي بيحب ايه. ده اعرفه امتى يعني؟ يعني في خلال الخطوبه مثلا يعني، ولا يعني اصل هيبان امتى؟ انا عايز اعرف. ده هيبان مع الوقت. بمعنى صح، انت دلوقتي عرفتي منين اصلا ان انت مثلا زي جوزك عينه زيغه؟ هتلاقي دايما بيبص لنوع معين من الستات. شوفي اصلا هي بتتميز بايه، وانتوا كستات بتفهموا بعض اهو. طب ما انا اعمل له دوت. ما هو في نقطه مهمه لازم البنت تكون عارفاها او الست تكون عارفاها، انا لازم اجدد. الراجل بطبيعته بيحب دايما التجديد، بيزهق، الروتين بيقتل اي علاقه. استنى بس عشان دي ملاحظات مهمه جدا. طبعا. يعني انا مثلا انا لسه دلوقتي عارفه حد، تمام؟ وخرجنا مع بعض لسه بنتعرف على بعض. لو انا قاعده معاه في مكان مثلا ولقيته اي واحده داخله الاقيه بيبص لها كده وجايبها مثلا يعني من فوق لتحت كده، يعني بيشوف الشخصيه دي عامله ازاي. طبعا. وكل واحده تخش الاقيه بيبص لها بنفس الطريقه. طيب الاحظ مثلا او احط ده مثلا في الملاحظات بتاعتي ان الشخص ده يعني زيغه؟ لا هو انت ابتدي اكتشف من هنا مثلا الشخص بالمنظر ده. انت من اول حاجه لازم تلاحظيها ان انت ما ينفعش تعرفيه تاني اصلا. اوكي. ده انت لسه في اول مقابله ولقيتيه كل واحده بيخش يبص عليها. بس ممكن يعني يكون عنده مميزات تانيه، ممكن يعني في ناس تقول لك ممكن يتغير بعد كده بعد الجواز. انت مع ام ضد الكلمه دي بقى بالذات؟
في رجاله بعد كده بتهدى جدا 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 بعد الجواز، وخصوصا بعد الخلفه، بيحس ان هو شخص مسؤول، عايز يربي نشء جديد، عايز يكون قدوه لاولاده، بيبدا بعد كده يحس ان هو دخل في مرحله تانية، لان كل انسان مننا بيعدي بمراحل مختلفه في حياته. تمام. في مرحله اللي هي الشباب، وبيكون الشخص طائش وكده، بعد كده الدنيا بتهدى خالص، بيحس ان هو اصلا طاقته استنفذت. وعلى فكره المشكله كلها ان الطاقه دي بترجع تاني تتجدد لما يكبر في السن، عشان لازم يثبت لنفسه انا لسه فيها رغبه. اوكي. ده لما يوصل مثلا لسن المراهقه مثلا عند الرجال، يعني في سن كده احنا بنسميه المراهقه المتاخره دي، بتحصل عند الرجال بسبب حاجتين. بتبتدي من سن قد ايه مثلا؟ ممكن تحصل على فكره من بعد ال50 فعلا، ممكن بعد ال45. هو كل همه حاجه واحده بس، يا اما شخص معاش المراهقه بتاعته كان مقفول عليه، اوكي، او شخص بدا يفقد الثقه في نفسه كراجل، فعايز يحس انا لسه الناس شايفاني، انا لسه عليا الطلب. Yes. انا لسه الناس لسه بتبص لي، في بنات ممكن، انا في بنت ممكن صغيره اصلا بتبص عليا. انا ممكن في واحده لما اقول لها انا مثلا معجب بيكي تقول لي وانا كمان. عايز يتست ده. اوكي. طب فده لازم يبقى حلو، ان الست لازم تجدد من نفسها. احنا هنخش بقى في حته تجدد من نفسها ازاي، ولكن بعد تليفون استاذ محمد. الو، شكرا يا استاذ محمد. تمام. الست بقى تجدد من نفسها ازاي؟ يعني انا مثلا واحده حاسه ان انا جوزي بيلعب بديله، فانا عايزه ابتدي احافظ على البيت ده من يعني من غير ما حتى اروح اقول له انا حاسه ان في حاجه غلط. تاخد بالها من نفسها ازاي؟ بص، تاخد بالها من نفسها ازاي في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده بقى حاجه سهله جدا جدا جدا. قول لنا بقى، بما ان انت لايف كوتش، السوشيال ميديا موجوده، فانت بتطلعي وبتشوفي كل البنات اللي حواليكي من مجتمعات مختلفه، من مستويات اجتماعيه مختلفه، فبالتالي انت تقدري تشوفي مثلا زي واحده عملت نيولوك جديد، انت ممكن تعملي زيها. ممكن كل فتره الست اصلا تعرف تغير من شكلها، وده سهل، سواء في طريقه شعرها، في الميك اب بتاعها، في طريقه لبسها، في ضحكتها، في هزارها، في البيت، مواضيعها في البيت بتاعها. ده حقيقي. الراجل لما يعني الراجل دايما بيحب يخش يلاقي في تغيير، مش شخص يعني مش شرط مثلا يكون التغيير في الست دي بالذات، يعني مثلا او في الست مراته دي بس، لا، التغيير بشكل عام، يعني البيت مثلا، يعني غيري في البيت مثلا، في العفش تجدد مثلا، تحط مثلا الصالون مثلا مكان السفره، يعني تعمل تغييرات مثلا زي كده تكون مريحه مثلا للبيت. ده طبيعي. انا عايز اقول لك، ممكن لو غيرت حاجه في طريقه تعاملها مع اطفالها جوزها هيلاحظ. لازم يكون دايما في تجديد وتغيير. على فكره هو ده حاجه مستحبه ليكم انتوا كبنات، لان انتوا بتحبوا دايما تبقوا شكلكم حلو، امور حقيقي فعلا، ومرغوب فيكم دايما حقيقي. لان احساس ان الست تبقى هي ما بقتش حاسه ان هي حلوه ديت، هو هي ذات نفسها مش هتبقى قادره ان هي تدي. عندك حق فعلا. العطاء عندها بيقل جدا جدا حقيقي. فبالتالي لازم دايما تبقى هي عندها احساس ان انا لازم اجدد من نفسي حقيقي. انا كل يوم لازم اكون احسن من اليوم اللي قبليه. عشان كده بس في مشكله، في مشكله جامده جدا، ان الست مجرد ما هي بتتجوز وبتخلف وبتذاكر للولاد وبتعمل الاكل، وقد تكون كمان بتشتغل، تمام، فهي عندها يعني محطوطه اندر بريشر، يعني موست اوف تايم، يعني معظم الوقت محطوطه تحت ضغوطات، تمام. فهي ناس تقول لك انا ما بقاش عندي وقت حتى ان انا اشوف نفسي، ان انا البس، ان انا اسرح شعري، ان انا فاهم، في ظل الحاجات اللي هي عايشاها دي كلها. تمام تمام. هسمع وجهه نظرك. اوكي. انا هديكي مثال بسيط عن ست بنفس فيها تعمل حاجه. هناخد تليفون بس. اوكي. اوكي. معانا استاذ خالد. الو. مساء الخير يا فندم. ازيك يا استاذ خالد؟ ازاي صحتك؟ منورين البرنامج والله. حبيبي ربنا يخليك. ممكن بس توطي صوت التلفزيون شويه بعد اذنك وتسمعني من التليفون؟ ماشي يا فندم. ماشي. اتفضل. فصل الاتصال. شكرا يا استاذ خالد. تمام. هسمع وجهه نظرك بقى. اديك مثال بسيط جدا جدا. كان في ست مثلا جوزها بيرجع من الشغل متاخر، وهي بتضطر تصحى الصبح بدري جدا جدا للاولاد عشان تحضرهم للمدرسه وتعمل لهم الاكل بتاعهم وتلبسهم وكده يعني. تمام. وتبدا بعد كده تشوف البيت بتاعها محتاج ايه، وتطبخ وتظبط الاكل كله. فبتيجي على اول ما يخش الليل بتحس ان هي تعبانه جدا جدا وعايزه تنام. مرهقه، تعبانه جدا حقيقي. فجوزها بيبقى لسه جاي، وهي تكون خلاص كل طاقتها جابت اخرها. بدات تحل المشكله دي ازاي؟ عشان لازم تدي له وقت. عادي جدا هي بتعمل حاجه اسمها تايم مانجمنت مثلا، ان هي بتظبط الوقت بتاعها. ليه لا؟ ان انا ممكن ما انامش ساعتين في نص النهار عشان اسهرهم بالليل مع جوزي. ليه ما اشوفش مثلا موضوع افتحه معاه، اوكي، بحيث ان انا ادي له حاجه جديده هو عايزها. تمام. بس طيب ناخد راي استاذ حماده. الو.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ حماده؟ وعليكم السلام ورحمه الله. نور فيك يا منور، مسلم منور الدنيا يا فندم. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك يا منور. اتفضل. انت مع فكره ان الراجل يتجوز واحده تانية ولا مش مع الفكره؟ قولي وجهه نظرك. يا مدام مصدر حل الاربعه مش واحده. تمام. حقيقي. اتفضل انا سامعاك. حللناكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تمام. بس ربنا حط شرط. ربنا حط شرط مثنى وثلاث ورباع، بس في شرط. كمل بقيه الايه. ولا خف ولا تحزن واحده. كمل يا فندم. صح؟ صح. ولا خف ولا واحده ولا تميل كل الميل. ها. جمال ولا تميل كل الميل. فربنا عارف من عدو هيميل، فما تميلش جوه يعني. تمام. هو صح حضرتك بس مش واضح، ممكن تعالي صوتك شويه. الو، شكرا يا استاذ حماده. هو تقريبا استاذ حماده حابب فكره تعدد الزوجات طبعا، وهو مستند دينيا وده حقه طبعا، بس لازم يكون في سبب. انا على فكره في حاجه مهمه قوي لازم نرجع لها في الراي الديني مثلا. لو احنا بحثنا في راي الدين هنلاقي ان في دايما رايين من العلماء. ناخد مثال مثلا الامام محمد عبده. طيب. ده من اكتر الناس اللي كانت بتحارب اصلا قصه تعدد الزوجات. لاسباب، ليه؟ لان هو كان شغال في محاكم فيها نزاعات قايمه على المشاكل اللي بتحصل بسبب الفساد اللي انتشر في المجتمع بسبب تعدد الزوجات. فقال يا جماعه انا لاحظت ان في حاجات كتير قوي سلبيه بتحصل في مجتمعنا بسبب تعدد الزوجات اللي ليس مستند على ضروره. اوكي. فبدا هو يناضل ان الموضوع ده نحاول نقلل منه. وعندنا كمان الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب، عايز اقول لك ان هو كان رايه بيناصر نفس الفكره. قال لازم عشان يكون في تعدد زوجات لازم يكون في رخصه اصلا. سبب قهري. بعد ما يكون الرخصه دي موجوده انا لازم اتاكد من نفسي ان انا هعدل. قال لك طب لو ما فيش رخصه؟ قال لك مش مستحب ان انا اروح اتجوز تاني ويبقى فيه تعدد زوجات طالما الرخصه الاساسيه اصلا مش موجوده. الناس ترجع اصلا للشيوخ ديت هيلاقوا راي. كان في راي تاني للشيخ الشعراوي، كان شايف ان اي حد بيقول ان ربنا مش عايز الناس تتعدد الزوجات ده راي سطحي. وشايف ان تعدد الزوجات لو انا هحقق العدل فهو ما فيهوش فيه اي مشكله خالص. فهو دايما عندنا راي والراي الثاني. تمام. طيب ناخد استاذه اسماء. الو الو. السلام عليكم. ازيك يا استاذه اسماء، عامله ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت صوتك صغير قوي يا اسماء، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 21 سنه. ممكن بس توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بعد اذنك يا اسماء؟ بقولك انا عندي 21 سنه. حبيبه قلبي اتفضلي، سؤالك معايا ايه النهارده؟ انا متجوزه بقالي 4 شهور. ما شاء الله. وبعدين؟ وعايزه اعرف ان جوزي بيخنه ولا لا، اعرفه ازاي؟ انت شاكه فيه؟ طيب ايه اللي بيعمله مثلا صار شكوكك ان هو ممكن يكون بيخونك؟ ايه اللي هو مثلا بيعمله حاسه بيه ان هو بيخونك؟ يعني الكلام ساعات بيبقى متغير معايا. ازاي بقى؟ احكي لي. ايه؟ احكي لي ازاي؟ اهتمامه مثلا قل بيكي، ما بقاش يكلمك زي الاول لما كان متعود، مثلا حاجات كان متعود عليكي معاها ما بقاش يعملها، احكي لي. يعني هو بيبقى الاول كان مهتم شويه بعد كده ما بقاش يهتم زي الاول. تمام. وايه كمان؟ وكانت واحدة يعني ما اعرفش بيحبها ولا لا، بقول له بتحبها بيقول له لا ما فيش اي حاجة بيننا، بس انا عايزة اعرف ايه اللي بينه. اوكي. يعني انت شاكة دلوقتي صح؟ طب حاولتي تواجهيه؟ حاولتي تواجهيه بالكلام ده؟ ايوه انا قلت له، قال لي والله ما في اي حاجة بيننا. بس انت شاكة صح كده؟ بصي يا اسماء، مادام هو يعني صرحك وقالك ما فيش حاجة فما تخليش الشكوك تخش في دماغك، بما ان انت لسه اصلا في اول الجواز، انت فاهمة؟ انت لسه في بدايه حياه، يعني 4 شهور دي انت لسه يعني في اول العمر مع بعض، يعني انت لسه ما دخلتوش حتى حياه، انت فاهمه؟ يعني انت المفروض دلوقتي عايشه احلى قصه حب في حياتك، صح ولا لا؟ مظبوط اللي انت بتقوليه. صح. فيعني واحده واحده عليه وما تضغطيش عليه، خدي بالك عشان الراجل لو حس ان الست هتقعد تقرفه في الموضوع ده
ممكن لو هي البنت التانية مش في دماغه ممكن يروح يكلمها على فكرة، فهماني؟ اصلا ساعات بيتكلم يعني بيتكلم بيخش على النت يعني بالتليفون، اه واجي اقعد جنبه يقول لي انت قاعدة ليه جنبي ما تقومي تعملي لي اي حاجة. بيطرقك يعني. معلش يا اسماء، بصي ممكن يكون، بصي كل واحد فينا كشخص بيبقى عنده حته ان هو عايز يحس باستقلاليه شويه او حته برايفسي، خصوصيه شويه، تمام؟ فاديله المساحه دي، ما تبقيش انت ضغط عليه في البدايه، تمام؟ يعني اديله الوقت والمساحه بتاعته اللي هو مثلا يقعد مع نفسه وما بين نفسه كده يشوف هو عايز يعمل ايه. بس خدي بالك طول ما هو جوزك وانت على ذمته هدي الامور مع بعضيك، وان شاء الله ربنا يهدي الامور وما فيش اي حاجه وما فيش اي مشاكل. قولي لي يا اسماء، انت اتجوزتي عن حب ولا لا؟ ده 4 سنين. طب انت عايزه ايه بقى تاني بقى؟ فانت مش محتاجه حاجه تاني، يعني الراجل بيحبك بقى 4 سنين، يعني انت اتجوزك في الاخر يعني، صح كده؟ لا بس فتره الخطوبه يعني كان معذبني شويه. معلش اي حد في الدنيا كده يعني، ما فيش حاجه. بصي الحياه دايما فوق وتحت، طيب؟ عمرها ما بتمشي على طول حلوه وعمرها ما بتمشي على طول وحشه، صح كده؟ ايوه صح. ربنا يوفقك يا اسماء دايما ان شاء الله باذن الله، ونسمع عنك دايما سماع خير. متشكرين. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. دي تحفه. شفت؟ لا انا عايز اقول لاسماء حاجه حلوه قوي. قول بقى. اللي هي فيه ده بيحصل طبيعي في اوقات كتير جدا جدا. لما الست حبها بيعلى جدا 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 للشخص اللي قدامها. فيها هي واقعه في مشكله كبيره. هي دلوقتي بعمالة تعمل عليه بوشنج، عمالة تدفعه ليها، بتضغط عليه. لا انا عايزها هي اصلا تشده ليها، تجذبه. ازاي بقى؟ ما ينفعش اللي بتعمله ده مبدئيا خالص. ما فيش بنت في اول 4 شهور جواز تبدا تدخله في قصه انت بتخني وشك وعامله له هيدك وعايزه تشوف الموبايل بتاعه بسرعه. هترهبيه، هترهبيه من الحياه اللي هو لسه داخل عليها. لا هو عايز اصلا يعودها ان ده ما يحصلش، فهو حاسس ان هو بيتم انتهاك الخصوصيه بتاعته. وانا مش عايز اعودها على ده. لا انا عايزها هي في اول فتره جواز بالذات تديله احلى حاجه ما عندها. تمام. لدرجه ان هو اللي يطلع يجري وراها. تمام. يعني انا عايزها كل اللي يشغل بالها الفتره الجايه ازاي اجذبه ليا اصلا من غير ما انا اعمل له الدفع ان انت تعالى لي انا. هو انت مع حد تاني ولا لا؟ خد بالك ده لازم تكون ست، وست ذكيه جدا. ما هتتعلم بقى. هي 21 واحد ذكيه جدا. 21 سنه عشان تعرف تشد جوزك بالطريقه اللي الدكتور بيقول عليها. هي 21 سنه بس على فكره ده هيجي مع الوقت معاها. بس انا مش عايزها خالص ان هي تبدا تعمل كلاشات من البدايه، لازم هي تجذبه ليها. تمام. ده الطبيعي. طب تعالى ناخد راي استاذه مي. الو؟ ايوه. ازيك يا مي؟ الله يسلمك. الحمد لله منوره الدنيا. ربنا يخليكي. اولا انا نفسي بس اطلب منك طلب. عيوني اتفضلي. انا عايزه بس اخد رقمك، يعني ان انا اكون اختي ليكي وصاحبه وكده، عشان انا ماليش صحاب اولا وانا قاعده لوحدي وكده. يا حبيبه قلبي تنوري الدنيا، خدي الرقم بتاعي من الكنترول. حاضر. عندك مشكله بقى؟ هو انا عندي بس انا دلوقتي كنت متجوزه ويعني وانفصلت. تمام. وجوزي كان متجوز وانفصل، بس هو كان متجوز واحده، يعني اكتشف ان هي كانت بتتكلم واحد غيره وشايله تليفون من وراه وكده، وهو اتحقق من الحاجه دي، ما كانش عايز يتجوز. لا ثانيه واحده. دلوقتي استني يا مي، استني. انت دلوقتي كنت متجوزه واحد وانفصلتي عنه، صح كده؟ تمام. وهو راح اتجوز واحده ثانيه وخانته. هو لا انا كنت متجوزه واحد وما حصلش نصيب. تمام. وهو كان متجوز واحده وما حصلش نصيب، بس هو كان متجوزها يعني ان هو اكتشف ان هي بتخون. اوكي تمام. اصبح ان هو عنده شك في كله، في كل الستات كلها. تمام. طبيعي طبيعي. بس انا بحاول ان انا اثبت له ان انا مش زيها. يعني ايه؟ هي مثلا من النوع اللي هي كانت بتحب مثلا تبص لده وده، يعني هو بيعمل معايا حركات نقول لي مش عارف نقول لي دي. بص يا مي، بحاول اثبت له ان انا مش زيها. وساعات يشتمني ويقول لي كلام يعني انتوا شبه بعض والكلام ده، مش بعرف اعمل معاه ايه، وتعبت نفسيا والله العظيم يا دكتوره. بصي يا مي حبيبتي، هو غصب عنه يعني خرج من تجربه، ولكن كانت تجربه قاسيه. خد بالك الست ممكن تتخان وبتتعب وكل حاجه، ولكن الراجل لو اتخان من ست دي بتبقى يعني اصعب بكتير بمراحل. تمام. فهو خرج من تجربه صعبه وقاسيه جدا. تمام. فانت واجبك عليه ان انت تستحملي لو بتحبيه. انت بتحبيه طبعا صح؟ هي مي فصلت. اقول لك حاجه معايا؟ طب اتفضلي. الو معاكي يا مي اتفضلي. دلوقتي هو كان يعني هو طب هي خانته، هو ليه هي ترن عليه بيتكلمها؟ طب ليه بس؟
يعني هو انت اكتشفتي ان هو بيكلمها دلوقتي كمان؟ هي بترن عليه واتجوزت وبتكلمه وبتقول انا ممكن اطلع ونرجع تاني، وبعدين هو بيقول لي ساعات بقى بيغيظني بيقول لي انا حاسس ان انا ظلمتها. طب ما انت لقيت، قلت له طب انت ظلمتها ازاي؟ تقول لي مش عارف. طب انت بتقول لقيت معاها تليفون وخطوط وارقام وشباب، قال لي اه بس مش عارف ايه، بحس ان انا ظلمتها. قلت له طب ماشي، طب انت لو حاسس ان انت ظلمتها رجعها. قال لي حتى لو انا رجعتها يعني هتعيشي معايا؟ قلت له لا. طب اذا كان انا يعني والله العظيم انا اتجوزت قبليه بس عمري ما حبيت في حياتي غيره، يعني انا سبت البني ادم اللي انا كنت متجوزه ما حبيتهوش. وحسيت ان انا مش عارفه اعيش معاه، ما كنتش متفاهمه، انا حبيته مش عارفه هو بيعمل معايا. وخليت هو بيكلمني انا بالظبط برضه، بيكلمني على التليفون ومش عارفه اعمل ايه. وانا بحاول قلت له طب يعني انا لو عملت زيها انت هتسامحني؟ بيقول لي انا هنزل في الشارع. انا مش عارفه ايه من دلوقتي متجوزه بتكلمه، قول انا بتطلق ونرجع. هو حكى لي الكلام ده. طيب اسمعينا من التلفزيون دلوقتي والدكتور هيقول لك تعملي ايه بالظبط. ميرسي يا مي، شكرا لمداخلتك. تمام. مشكله زي كده يا دكتور يعني هو ممكن يكون بيكذب عليها، ما ممكن يكون بيكذب عليها، لان هو ما فيش راجل هيتخان من واحده ويسمح لكرامته بعد كده ان هو يروح يكمل معاها تاني. فيعني يعني 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 هو ممكن يكون كذب على في رجاله كتيره قوي قبل ما تخش اي علاقه. يعني انا اعرف رجاله متجوزين بيقولوا ان مراتاتهم متوفيه اصلا. ده طبيعي بيحصل كتير. ده فده وارد يكون بيحصل ان هو ان يرجع لها. لا هو اكيد في الموضوع يعني ان زي ما بيقولوا، صح ولا ايه؟ بص هو انا اللي يهمني في اللي اتقال دوت اسماء، صح؟ دي مي 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 استاذه مي. يهمني استاذه مي هي تعمل ايه؟ أوه. سيبك هو بيعمل ايه او ايا كان، تعالى نفترض ان هو فعلا ده شخص اتخان وطلق مراته بس هو لسه بيحبها على فكره. اكيد. فقصه المكالمات اللي بتحصل دي ده صراع جواه ما بين عقله وقلبه. اوكي. وكده كده هو هيكون خسران في الحالتين، طالما في صراع بين العقل والقلب انا هطلع خسران في الاخر. يا مبادئي يا سعادتي. اوكي. بس انا بقول لاي حد ما يخسرش مبادئه، لان المبادئ لو انت خسرتها هتخسر السعاده بس واحده واحده. ده بالنسبه ليه هو. ليه هو. بالنسبه لمي بقى. بالنسبه لمي شخص متعرض لصدمه. اللي بيحصل معاها دوت الى حد ما طبيعي، لان هي مش بتتعامل مع شخص دلوقتي سوي نفسيا بنسبه 100%. فانا بقول لها لو انت بتحبيه جدا جدا افضلي مع واحده بس بشرط. لازم ما تسيرش شكوكه تحت اي مسمى من مسميات. يعني تتجاهل المكالمات اللي بتجيله مثلا وتعمل ان هي مش شايفاها ولا لا؟ ما اقصدش ده. هي ما تسيرش شكوكه، يعني ما تخليهوش يغير. اوكي. ما تحاولش تعمل حاجه وتكون مخبيها عليه، لازم تديله الثقه بنسبه 100%. لازم يحس ان هو فعلا انا كل حاجه الميه بيضاء، مفيش حاجه مخبيها. وبعدين اوعي اسئله يا مي انك انت تحطي نفسك في مقارنه مع حد تاني خالص. سيبيه هو اللي يختارك او لا. شكرا دكتور محمود، بجد نورتني. كان معايا لسه اسئله كتير جدا بس ان شاء الله لينا حلقات تانيه. ونورتني وكانت جداً. حلقه حلوه جدا ليك. انا مبسوط جدا جدا ان كنت معاكي النهارده، وان شاء الله باذن الله اللي جاي اكتر بكتير ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده. استنوني ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم مع مونيكا. السلام عليكم.